أرحب لكم الليلة الدكتورة شيخنا وليدومو رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات. مرحبا بكم ضيفنا الكريم. مرحبا. تابعتم التقرير. أولا، مما تتكون هذه اللجنة، لجنة المسابقات؟ شكرا. أولا بودي أن أشكر موريتانيا على دعوتها لي للحديث في هذا الموضوع، ولكن قبل أن نتحدث عن ما تفضلتم بسؤالي عنه لدي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، أؤكد أن السلطات العليا حريصة ومصرة على التزام الشفافية وتطبيقها في جميع مراحل ومستويات المسابقات الوطنية، وعلى أن لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي ظاهرة تشوب هذه المسابقات أو تحد من عدالتها ونزاهتها وشفافيتها، وأن كل من يتحمل في هذا المجال المسؤولية سيتلقى ما يترتب على ذلك من عقوبات. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، على أننا الآن نجري مسابقات في ظروف سبق نشرت لها من قبل، ولكن اسمحي لي أن أؤكدها هنا، أن المسابقات التي نقوم بها هي مسابقات تشمل 70,000 مترشح في إطار مسابقة جميع تقريبا القطاعات والمستويات اللي تنظم في الوظيفه العموميه داخله فيها، من عند بريفه بكالوريا ليسانس جيد دكتورة. سيد الرئيس، عفوا على المقاطعه، ولكن سنعود الى هذا الموضوع اكيد في الاسئله القادمه، ولكن اولا مما تتكون اللجنه، لجنه المسابقات؟ اود ان اقول ان المسابقات الوطنيه لها لجنه مستقله تدعى اللجنه الوطنيه للمسابقات. مسؤوليه هذه اللجنه هي الاشراف على رقابة شفافية المسابقات. ليست هي الجهة التي تنفذ المسابقات، وإنما هي الجهة التي تضمن وتراقب كيفية مسار المسابقات حتى تكون هذه المسابقات شفافة وعادلة. هناك لجنة أخرى تسمى لجنة التحكيم، أعطاها النصوص والقواعد التنظيمية للمسابقات جميع الصلاحيات والمسؤوليات لتقوم بمسؤولية تنظيم وتنفيذ المسابقات باستقلالية وبصلاحيات خاصة بها، وبالتالي اللجنة لا تدخل في المسابقات، وإنما تشرف وتستقبل التظلمات وتراقب مسار هذه المسابقات، فإن وجدت خللا تدخل، وإن وجدت ما يعيق يعني مثلا إجازة أي مسابقة تلغيها أو توقفها. جيد. مما تتكون هذه اللجنة بداية؟ اللجنة تتكون من 8 أعضاء من الحكماء الذين تشهد لهم تجربتهم بالاستقامة والكفاءة والجدية، ومؤهلون ليكونوا في مثل هذا الموقع الذي هو إشراف على مسابقات الوطنية وشفافيتها. جيد. ما تعليقكم على ما أثير مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام طبعا بخصوص تجاوزات وقاعات إبان بعض المسابقات؟ اللجنة الوطنية للمسابقات مهمتها هي تتبع هذه الملاحظات وتتبع هذه الانتقادات، لأن أولا من ناحية من مسؤوليتها أن تتبعها وتعمق فيها البحث، فإن وجدت أن هناك ما يستوجب التدخل والإصلاح تقوم بذلك وقد فعلت، وإن وجدت أن هناك حديث عام لا يرقى إلى مستوى من الجدية الكلام يطلق بهكذا وهكذا، فهي في الحقيقة هيئة مهمتها تثبت من قواعد العمل وليس تتبع كلام الناس في الشارع. ولكن كلام الناس، بعد كلام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التعليق التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي، تم من قبلكم أنتم اللجنة بيان يشرح؟ لا، نحن لم نصدر بيانا لجنة، هذا هو الخلط. اللجنة الوطنية للمسابقات لم تصدر بيانا في هذا الشأن تشرح فيه ملابسات هذه. الذي شرح ليصدر بيان هو لجنة التحكيم، وليس لجنة الوطنية للمسابقات. جيد. ولكن تحت إشرافكم أنتم بالنهاية، أنتم مشرفون على كل العملية. لسنا مشرفون. نحن السلطة. السلطة يعني ماذا حصل؟ أعطيني طريقة تفسير حصل. جيد. اشرح لنا. لجنة التحكيم أنجزت عملا ترى أنه يقوم على معايير موضوعية. هذه المعايير الموضوعية التي قامت بها اللجنة، جاءتنا نحن كلجنة المسابقات تظلمات في شأن هذا العمل، ففتحنا تحقيقا وتبين لنا أن هناك بعض الملاحظات تستوجب المراجعة والتغيير.
وتدخلنا فعلا وصححنا او الغينا تلك الامور التي يشكوا او يظنوا بانها تحتاج الى تغيير. انتم اولا وضحتم الاسماء التي وردت في اللائحه ولم ترد من قبل يبان اصدار اول النتائج واول الاسماء اسماء الناجحين، ولكن بعد ذلك اصدرتم كذلك ايضا مذكرة جديدة بأسماء اللائحين بحذف الاسمين او الاسامي التي وردت في التوضيح. اوضح لك لي اسمحي لي مرة اخرى. لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة المهندسين والفنيين 433 لصالح عدة وزارات اصدرت قرارا يؤهل شخصين للنجاح النهائي. وصلتنا نحن كلجنة قال إعلام كلجنة تظلمات في هذا الشأن، فتحنا تحقيقا في هذا الأمر، تبين لنا أن هناك فعلا بعض من الخروقات متعلقة بمسار تنفيذ هذه المسألة، وبالتالي أصدرنا قرارا ولم نصدر بيانا ولم ننشره نهائيا، أصدرنا قرارا لا يجيز. احنا ما نقول عدلوا تعدلوا، اللجنة قررت التحكيم قررت نجاح هذا وهذا. نحن قلنا لا نجيز هذا القرار، هذا هو صلاحيتنا، هذه هي مصلحتنا، لا نجيزه. وبالتالي خبرناهم قلنا لهم هذا القرار الذي اتخذتموه لا نجيزه، رجعوهما وداولوا على مستواهم واصدروا قرارهم الأخير المطابق لعدم إجازة قرارهم الأول. جيد. من يتحمل المسؤولية في مثل هذه التجاوزات؟ ما يتحملها. معناها نحن في أي مستوى نقيم كل تصرف يخل بهذه المسؤولية ونسند المسؤولية إلى من يتحملها وله في النهاية أن يتحمل هذه المسؤولية وسوف يتحملها. التزم بأن من يتحمل أي مسؤولية. إذن أنتم لازلتم تحققون في هذا الأمر وليس فيها وحدها. نحن الآن أمامنا المسابقة بأجمعها وفيها تحقيق متواصل، ونستمع إلى المتظلمين ونستمع إلى المترشحين. نعرف أن عندنا في المهندسين 2100 مترشح، مع الأسف لا يقبل منهم إلا 433، معنا خارج 1700 ما يتقبل ولا يتمكن ولا يتعتبر لأنها مظلومة، خاصة إن ترى ثقرة ولا ترى ملاحظة. ونفتح قوس ونقول العمل البشري في أخطاء، ما خارج على بشري خطأ مين اللي يعود ينشاف الخطأ ولا يصحح، اللي يعود ما فهم آلية مراجعة وتثبت من كان في خطأ ويصحح، ولا هي جريمة ولا في خطأ. ما هي جريمة. ما السبب في تأخر نتائج المدرسة الوطنية للإدارة؟ اللجنة المدرسة الوطنية للإدارة تأخرت سببين. السبب الأول على أنها عندها 36,000 مترشح. هذه 36,000 مترشح معناها شنو؟ معناها أن عندهم 72,000 ورقة امتحان. هذه 72,000 ورقة امتحان يصح مرتين، معناها عندهم 144,000 ورقة تصحيح. هذا لا يصحوا أنت تصحوها في الخريف، مصححين ما هم موجودين، وأكثر الناس يجوا لا يستمروا، وبالتالي ياك عود عمل دقيق وصحيح ومتقون. رغم ما نحن مش نعذ ليش تحكي ومتقون، يا الله يطال فرصة تعدل عملها بذاك اللي ترنوا لا يعاون في عدل الصالح. ما أنا معجلين ونقوله هون، ما أنا معجلين ليش تحكيم متعلقة بسابق إدارة، لا تعجلي وعدلي عملك يا غير يعود عمل متقون وصحيح ودقيق. جيد. ما هي التدابير التي تنوي اللجنة اتخاذها لضمان شفافية أكثر لهذه المسابقات؟ المسابقات السلطات العليا جزاها الله خيرا يعني أبلغتنا باستعدادها لتوفير كل الظروف لتحسن من أداء العمل ليضمن شفافية المسابقات، وسنشرع مباشرة في تقويم وتقييم هذه التجربة وتقييم ثغرات وتقديم مقترحات، وسنكون إن شاء الله في إطار حلقات من النقاش ومن التفكير نقدم مقترحات ستحسن وتضمن ان بعض من الثغرات ولا بعض من الاختلالات نقدر نغلب عليها في وقتها باذن الله. جيد. اذا شكرا جزيلا لكم دكتور شيخنا ولي دومو، نرجو لكم التوفيق وللجنه التحكيم. شكرا جزيلا لكم على هذه الشروحه. مشاهدينا، بعد مرور اكثر من شهر ونصف على كارثه السيول التي تعرضت لها